راديو الأهرام يقدم. هل هلالك شهر مبارك؟ مرحب بك، أهلا رمضان. حدوتة أولها كان يا مكان ولسه عايشة على مر الزمان، بتقولك أهلا رمضان مع مي إسماعيل. رحلة في دنيا الفوازير. حلقتنا النهاردة رحلة هنتعرف من خلالها على أهم وجبة خفيفة بيستناها الكبير والصغير بعد الفطار. رحلتنا في دنيا الفوازير. قد الكف ويلف الدنيا لف، مشمشة بتدور في طاق بنور، قد الفيل ويتلف في منديل. فوازير شعبية عرفها المصريين من زمان، وأسست بجاذبيتها مكانة في الوجدان، لغاية ما بقت من أهم وسائل التسلية والترفيه. وللفوازير جذور عميقة في تراثنا الشعبي، زي الأمثال والأغاني والحكايات الفولكلورية مجهولة المؤلف. الإبداع فيها مش من صنع مؤلف بعينه، لكنه ثمرة مؤلفين دابت شخصيتهم الفردية في شخصية جماعية، إما للتعبير عن موقف شعبي عام أو لتثبيت قيم إنسانية أعلى. وفي العصر الحديث ارتبطت الفوازير ارتباط وثيق جدا بشهر رمضان الكريم، وأصبحت الوجبة الأساسية اللي بتقدمها أجهزة الإعلام في الراديو والتلفزيون على مدى أكتر من نصف قرن طول الشهر الكريم كل عام. فكرة فوازير رمضان اتولدت على إيد الإعلامية الكبيرة أمل فهمي من أكتر من 60 سنة، لما قدمت للبرنامج العام في منتصف الخمسينات فوازير شاعر الشعب بيرم التونسي، اللي تميزت بتركيزها الشديد زي الفوازير الشعبية، وكانت مواضيعها بين المظاهر الرمضانية والشخصيات المعروفة. فوازير رمضان. وفي سنة 1961 استلم الشاعر الكبير صلاح جاهين راية الفوازير الإذاعية. أضاف ليها شكل جديد وقوالب مختلفة تماما، وأصبحت أكثر عمقا بعد ما احتوت على المعلومة، وكانت عن الشخصيات السياسية والحيوانات والمعادن والمدن والدول. بعد كده ارتبطت الفوازير باسم الشاعر الغنائي بخيت بيومي، وغيره من الشعراء اللي ساهموا في استمرار الفزورة بشكل جيد جدا بصوت المبدعة أمل فهمي. فوازير رمضان. جه بعد كده التلفزيون لأجل ما يستعير نجاح الإذاعة، وقدمت فرقة ثلاثي أضواء المسرح فوازير رمضان لأول مرة سنة 1963. وكانت عبارة عن حكاية أخرها سؤال، كتبها الشاعر حسين السيد وأخرجها محمد سالم، واستمرت 10 سنين بعدها ووقفت الفوازير لجل ما تعود بقوة في منتصف السبعينات وحتى بداية الثمانينات على إيد المخرج الراحل فهمي عبد الحميد، اللي نجح من خلال قدراته الفنية والتقنية في إنه يقدم للأسرة المصرية والعربية خلال سنين فن راقي في وجبة خفيفة بعد الفطار مع كتير من النجوم الكبار، بدأها مع الفنانة الاستعراضية نيلي.
ارتبط اسمها بفوازير رمضان، واستعان بالمبدع صلاح جاهين، وأطلق عليهم في الوقت ده المثلث الذهبي للنجاح الكبير اللي حققه الثلاثة من خلال فوازير جمعت بين خفة الأداء وروعة الكلمة في تركيبة تقنية مبتكرة زي عروستي والخطبة. الخطبة بتاعتها لزمان اللي جربها دايما مليان. اللي بعدهم خرج للجمهور شخصيات فنية جديدة ومبتكرة زي فطوطة اللي قام بيه الفنان الكوميدي سمير غانم. واللي لسه عايش جوانا لغاية دلوقتي. فطوطة مخرج أمريكا اتعلم في أمريكا. بعد كده قدمت الجميلة شريهان الفوازير لسنوات كتير. رمضان كريم واستعان بعدها فهمي عبد الحميد بكتير من الفنانين زي الفخراني وصابرين وهالة فؤاد وغيرهم من النجوم. بعد وفاة فهمي عبد الحميد شارك الشاعر عبد السلام أمين والمخرج محمد عبد النبي في عودة نيلي مرة تانية لعالم الفوازير بأعمال مميزة زي عالم ورق ورق وعجايب صندوق الدنيا وأم العريف. بعد كده شارك بعض الفنانين في الفوازير لكنها ما عجبتش المشاهد، وده أدى في النهاية لتوقف الفوازير في التلفزيون المصري وحرمان المشاهد من الوجبة الخفيفة المفضلة بعد الفطار. ومن فزورة الفزورة عيشنا أحلى رحلة بخفة دم وكلمة حلوة وإبهار، الكل كان في انتظار لأحلى وجبة بعد الفطار. وتوتة توتة مهما قلنا هيفضل لسه ياما تفاصيل حواديت حلوة مش ملتوتة بتحكي عني وعنك، وده فلمة وأكلة حلوة ومهنة أحلى بتقولك أهلا رمضان. أهلا رمضان رمضان كان. أهلا رمضان مع مي إسماعيل.